ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ويمكن ناس كتير قوي ممكن تلاقيها شغالة في نفس المجال اللي انت شغال فيه، بس ده بيفرق من شخص لشخص. شخص بيبقى متميز في حاجة عن الشخص اللي جنبه في نفس مجاله، عشان كده دايما بيبقى فيه نجاح واستمرارية وإصرار. زي الضيف اللي معانا النهاردة، عادي جدا ممكن كلنا نكون بنعرف نصور عادي خالص، لكن ايه اللي بيميز الشخص اللي معانا والضيف اللي معانا النهاردة في حلقتنا؟ ده اللي احنا هنعرفه النهاردة مع أستاذ أبانوب سعد، مصور فوتوغرافي. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك. خليني ابتدي بالسؤال، ليه اخترت انك تصور؟ مجال التصوير، انا حابب المجال من فتره لما كنت صغير وكده، كنت بنتمي لمهرجان جرافيك يعني كتير على الفون، وكنت بشتغل كل سبب حتى يعني فتره التصوير والنجاح بتاعي، اللي انا كنت بشتغل وانا صغير على موبايل كتير، ان انا كنت حابب الجرافيك من صغري، كنت اقعد اعمل صور حتى في اختراعات كتير كنت بحب اعملها في البيت في وقت الفاضي بتاعي. ما كنتش ان انا اقعد فاضي، لا اشوف حاجه اشتغل فيها تميز بيها، لحد ما ربنا كرمني يعني وتميت اشتغل برضو في مجال الفوتوغرافي، ان انا اصور وناس كتير يعني وضحت لي كتير ان مجال الفوتوغرافي بيبقى منتمي برضو بمجال الاثنين، الجرافيك والفوتوغرافر بيبقى مع بعض. فتميت ان انا اصور ومسكت كاميرا، ما كنتش اعرف ان انا اصور في الاول خالص، بس مع الايام يعني الفكرات اللي فاتت كلها ابتدت اتعلم واحده بواحده لحد ما طلعت كان معايا كاميرا عاديه خالص. لحد خليني ابتدي من الاول خالص، انت ابتديت امتى تمسك الكاميرا وتحس انك انا بعرف اصور؟ انا من 2018 او 2017 لحد ما زال يعني دلوقتي، ما كنتش اعرف امسك كاميرا في الاول خالص، كنت بخاف ان انا امسك كاميرا واصور بيها، كنت اخاف مثلا ان هي تكون كاميرا مميزه بحاجه غاليه وحاجه عاليه، ان انا يعني ماسك حاجه في ايدي مش متخيل ان انا يعني ابقى مصور. لحد ما كنت بشوف ناس كنت بحس ان انا صغير كده عايز اوصل، عايز ابقى حاجه زي الناس اللي واقفه كانت قدامي. حتى من صغري كده ان انا كنت احب اروح اي مثلا مناسبه ولا اي حاجه، كنت ابقى فرحان قوي الاقي مصور قدامي وبيصور، عايزه ابقى حاجه زيه، نفسي اوصل للطريق ده. حد جه قال لك أبانوب انت تصويرك حلو جدا، ده اللي شجعك انك تمشي بقى في المجال؟ كتير. انا من فتره الشغل والتصوير ابتدى طبعا لما يكون في حاجه مميزه في الشغل وفي الصور، بالتالي الواحد يعني علاقاته بتزيد والشغل بيزيد معاه، وطبعا الصور لما هي بتبقى جميله بتتكلم عن الشغل، كل ما يبقى فيه افكار احسن وكل ما يبقى فيه فكرات احلى برضو. يعني اخر فكره انا عملتها كانت عندنا في الصعيد اللي هي في المنيا عندنا، كان فكره وحده وطنيه كانت مقاربه للعيد اللي هو عيد القيامه المجيد بتاعنا وعيد رمضان، فانا انتميت فكرت فكره ان انا اجيب بنت يعني مسلمه وبنت مسيحيه، فعملت لهم هما الاثنين سيشن وحده وطنيه وجمعت، فعملت يعني نجاح ليا كان سبب ان هو اطلع فيه ترند وسمع بطريقه حلوه جدا والناس كانت معجبه بيه خالص. وبرده صورت تاني فكره سيشن كان بطلت برده بنت صغيره كانت لعيبه جمباز، صورتها برده يعني خد معايا نسبه مشاهده عاليه، وكانت جرايد وصفحات كتير كانت بتكتب عن الشغل والحاجات اللي انا كنت بقدمها وبعملها على الفيسبوك. اكيد. طب يمكن ناس كتير بتقول لك عادي، ما هو التصوير ايه الصعب اللي فيه او ايه الجديد اللي يبقى فيه؟ ايه اللي بيميزك بقى عن تصوير حد تاني؟ هو التصوير كل ما يكون المصور يعني مثلا فتره التصوير بتاعته كل ما يكون مميز عن المصور التاني بحاجه تكون مختلفه، طبعا دي بتفرق في المجال بتاعه 180 درجه. ان هو لا انا شايفه مميز في حاجه لازم يبقى فيه تميز، لازم يبقى فيه مميز، ما هو لو مش مميز بالتالي مش هيطلع لقدام، لا. وبالتالي برضو حتى بيبقى فيه نسبه علاقات من الناس ونسبه يعني مثلا احباط، الناس كتير بتتكلم مثلا ممكن يكون انا مصور مثلا هو مبتدي بقالي سنه او سنتين، واحد مصور بقاله 7 سنين 6 سنين، اللي مصور ممكن يكون بقاله سنتين لا انا شايف حاجه مميزه عن المصور اللي بقاله 8 سنين ولا 7 سنين ما يكونش عنده فكره زي المصور اللي عنده سنتين. فكل واحد بيبقى ربنا مديله موهبه برضه على حسب دماغه وحسب الحاجه اللي هو بيعرف يعملها قدامه. لقيت مين شجعك؟ يعني لما رحت قلت انا هبقى خلاص انا هبقى مصور وهنزل مجالات كتير، لقيت مين شجعك وقال لك تمام حلو المجال ده؟ كانت اول حد ليا يعني كان والدي الله يرحمه، لان يعني ابتديت في حاجه ان انا كنت اصور وقال لي يعني قبل ما يتوفى، فقال لي يا ابني انت لازم تاسس نفسك، بكره مع مدى الايام يا حبيبي هتلاقي الدنيا بتيجي عليك. قلت له تمام، وفعلا خدت منه وعد ان انا قال لي انت لازم تبني نفسك بنفسك، انت اللي تبقى اساس نفسك، محدش هيخليك اساس.
قلت له تمام. برضو بفضل ربنا وفضل دعوات والدتي يعني كانت كتير بتشجعني، وكنت بقول لها على حاجات لدرجة ان انا كنت شغال في شغلانة قبل التصوير، كنت بجيب حاجات مثلا انتميت لنفسي، وكنت بشتغل في شغلانة قبل التصوير تاني كنت بجمع فلوس عشان اجيب. لا هي كانت بتيجي معايا وبتساعدني وبتقول لي تمام انت عامل نفسك ان انت تنجح في الحاجة دي. قلت لها اه انا ده ما بحط ربنا قدامي طبعا، اكيد الواحد بينجح دي كل شيء بفضل ربنا. اكيد. فقالت لي تمام ربنا معاك ويوفقك وانا هفضل معاك يعني وفي ظهرك، والحمد لله ان انا جبت الحاجه دي ووصلت للمرحله اللي انا كنت فيها دي. وتميزك باين قدامنا، احنا عايزينك تكلمنا بقى على الجوائز اللي انت واخدها. المهرجانات، ان انا نزلت مهرجان قبل كده، ان انا كنت اول مره انزل مهرجان، كان اول تكريم ليا، كان مهرجان اسمه فاشن كوين ستايل. نزلت انا طبعا، الناس كانت لما بتخش جوه البيج بتاعتي وتشوف كواليتي الصور بتاعتي والصور والوان الصور كانت جميله، فطبعا رؤساء المهرجانات ابتدوا يعرفوني واحده بواحده. كنت كتير ان انا بنزل مهرجان كان بيحتاجوني في فتره مدير تصوير، ممكن فريق تنظيم ان انا انزل منظم يا اما انزل مدير تصوير. انا بقى التكريم ده انا لسه كنت في مهرجان امبارح وجريده اخبار العرب كان اللي كنت لسه متكرم فيه، اللي هو التكريم ده امبارح. بقى الشهادات كلها اللي كانت موجودة برضو كنت متكرم فيها، مهرجان ميس نايل ومهرجان تاني فاشن كون ستايل اللي كان في التكريم فيه، ومهرجان أفضل شخصية كان في تبع جريدة برضو تبع الأستاذ كريم الإعلامي. فمع المهرجانات برضو والشغل والصور اللي كانت بتنزل على البيج، كان كل رئيس مهرجان كان ينزل كان عايز يخلي بيه اللي هو مدير تصوير معاه، ان انا بمسك التصوير بغطي على اليوم كله، ان انا بنزل تغطيه لا بيبو بيمسك الفريق بعمل تغطيه جامده في المهرجان ان انا بشيل معاه اليوم. متميز ووصلت لل الحمد لله الحمد لله. اللي انت بتشوفه اني حاجه صعبه عليا انا مش هعرف اعملها فتره التصوير؟ طيب يعني الحاجة الصعبة ان انا جت حاجات قدامي كتير، ان انا في فترة التصوير برضو حاجات باظت مني كتير لدرجة ان جالي يأس وما كنتش عايز اكمل. جيت في مرة كده نشرت بوست على الفيسبوك وان انا قلت مش هكمل، كنت عايز اشوف الناس حب ليا، ان انا يعني قضيت سنتين في فترة التصوير دي وكنت مش عايز اشتغل تاني، ان انا قلت طب اجرب كده اعمل نفسي كده وحظي اشوف ان انا انشر منشور اشوف الناس عايزاني اكمل ولا مش عايزاني اكمل. بالفعل انا نشرت منشور لقيت نسبه مشاهده عاليه وكومنتات استجابات الناس على استجابات لا احنا عايزينك تكمل وعايزينك حرام ان انت بعد الحلم ده كله وبعد الوصول اللي انت وصلت له ان انت تقف. فالحمد لله ان انا المنشور ده ذات نفسه ان هو فرحني كتير قوي ان انا كمان ان انا اكمل تاني واخد خطوه قدام ربنا ان انا اكمل تاني واحب المجال بتاعي اكتر، ده ذات حب ليا كتير ان انا اكمل وبرضه اكمل في المجال بتاعي. اكيد اكيد يا بنو، في يمكن شباب دلوقتي بيشوفوك عايزين بيشوفوك دلوقتي طيب انا في بدايه مشواري لا في صعوبات بتقابلني، في امور ماديه كتير بتقابلني، مش هعرف احقق اللي انا عايزه، انت كسرت كل ده ازاي؟ ما كسرت كل ده بالنجاحات بتاعتي اللي انا لا بصيت لورا، بصيت لقدام ان انا بعد ما عملت ده كله ارجع تاني لا يعني برضو يعني ربنا اداني حاجه ان انا اكمل في بال المجال بتاعي، ما يعني ما اخدش خطوه ان انا اكون لازم متقدم فيها ما ارجعش ورا، بعد ما يعني بعد ما طلعت قدام ما ينفعش ان انا ارجع ورا تاني، لا حبيت ان انا اكمل. لقيت طبعا اللي حواليك بيشجعوك، صحابك كتير بقى. كتير اكتر حد ليا بعد يعني بعد امي كان ده ابن خالتي في القاهره هنا باش مهندس، طلع على دفعته الاول في باش مهندس في جامعه عين شمس، طبعا ده كان اقرب حد ليا يعني اخويا، كنت في حاجات كتير في مشاكل وضغوطات كنت انتمي ليه وكنت احكي له يقول لي معلش يا صاحبي معلش الدنيا هتتسهل حاول تضغط تاني بعد حلمك حرام ان انت عملته وترجع تاني ان انت مثلا ترجع من الاول للصفر تاني، لا انت وصلت وليك جمهور الناس بتحبك برضو يعني في الدنيا كتير بتواجه صعوبات وبتواجه ضغوطات، فانت معلش حاول تكمل برضو حاول بعد نجاحك ده كله ما تكسرش نجاحك، لا قبل ما تفرح نفسك برضو فرح الناس اللي هي حواليك، بص للناس اللي بتحبك بس الحمد لله. فكر تكبر شغلك ازاي يا بنو من فترة الشغل في التصوير النجاح عايز تبقى واسع الانتشار، بتفكر توسع ده ازاي؟ بفكر ان انا برضو في مجال التصوير انتمي اكتر واكتر وابقى حاجه كبيره ومعايا تيم كبير ان انا اشتغل. بفكر تفتح استوديو مثلا؟ بفكر افتح استوديو افتح مكتب تصوير ان انا يبقى عندي تيم كده كبير يشتغل معايا. يعني انت
عايز يبقى المشروع مشروع تميز موهوب انا موهوب فيه مشروع تميز. أنا موهوب. مش شغل انا بشتغل لا 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 لو شغال انا ما كنتش ان انا انتمي الحاجات دي كلها وكنت انزل المهرجانات دي واغطي فيها. انا حابب الحاجه دي من جوايا. او خليني اتكلم في النقطه دي اكتر. لما تكون شخص بتشتغل الحاجه دي كمجرد شغل بتفرق طبعا لما تشتغلها انك موهوب فيها وبتحبها. الواحد لما يكون موهوب حتى يعني زي الفنان لما بيرسم طبعا بالتالي لما بيجي يرسم اول حاجه بتواجه صعوبات كتير ان انا ممكن ارسم رسمه تكون وحشه بس مع مدى الايام والاستقرار والاستمرار ان انا ارسم الحاجه ممكن مره تطلع صح ومره تطلع غلط بس لا انا دم يعني ربنا اداني ان انا حكمه انتمي فيها على طول فبالتالي الحاجه بتيجي مره بواحده بتتحسن بنسبه 20 50 70 لحد ما بوصل للدرجه اللي انا عايزها حطيتها في دماغي. زي نظام فتره التصوير بالظبط ومجال الجرافيك اللي انا كنت شغال فيه كنت اقعد ساعات ان انا كنت اقعد على الكمبيوتر ممكن بالسبع ساعات ولا الثمان ساعات امل من فتره التصوير بتاعي وفتره الفوتوشوب والكلام ده كله بس لا انا لما حابب الحاجه بالنسبه لي انا ممكن اقعد يوم كامل ممكن انسى نفسي وانا شغال. طيب احنا معانا صور تقييمات على الشاشه عايزينك تكلمنا عنها دي يا بنو اللي هي الشهادات بتاعت اللي انا خدتها في المهرجان كان من ناحيه مهرجان ايه طيب او شغل ايه هي ظاهره معانا على الشاشه كلمنا عنها اهي. تمام ده مهرجان فاشن كوين ستايل كان اول تكريم ليا فيه ان انا اتكرم في المهرجانات اللي كنت بنزلها بس فالفيديو ده انا نزلته عملت فيديو التكريم بتاعي بالمهرجان ده ونزلته وجاب نسبه مشاهده عاليه عندي ونسبه مشاركات وده افضل شخصيه كان تبع سوس كريم المصري كان المهرجان في مركز التعليم المدني بالجيزه برضو ده كان نسبه نجاح ليا كبيره اللي فاتت ده برضو ده برضو افضل شخصيه المهرجان ده انا كنت متصور فيه. يعني حاجات كتير قوي انت اتكرمت فيها في النص كده ما كانش فيه اي صعوبات قابلتك او اي عقوبات قابلتك اللي هو لا موضوع بالنسبه لي هيبقى صعب قدام؟ لا ما انا برضو لما حطيت نسبه النجاحات دي قدامي خلاني ما يبقاش قدامي اي صعوبات خالص لان انا حابب الحاجه دي اللي قدامي ان انا كل ما بنزل اي حاجه زي كده بلاقي الناس اللي هي تشجعنا اكتر بيبقوا فرحانين بيا اكتر ان انت موهوب يعني خليك ورا حلمك ما تخليش حد يكسرك. يمكن شباب كتير قوي تقول لك لا انا هروح فين في المجال ده في ناس كتير قوي في المجال ده ناس كتير كلمتني قالت لي انت بتنزل الحاجه دي اللي هو زي نظام حبيبها ولا انت بتنزل يعني ازاي قلت لهم انا عشان بنزل الحاجه دي عشان حبيبها وفي نفس الوقت حب الناس برضو ليا وعايزين ان انا امسك اليوم واصور اليوم انا ما كانوا جاب اي مصور تاني. الموضوع ده بيفرق في ظهور الصور اكيد طبعا أكيد لما تبقى بتصور حاجه حاببها وموهوب فيها غير لما تبقى نازلها كشغل جايب لي مورد مادي يعني ده بيظهر اكيد على الصور اللي انت بتصورها بالظبط ما هو بص مع اي حد اي عميل بيدخل مثلا على البيج او الفيسبوك بتاعي بيشوف التالي صفحه لو هو مبتدئ مثلا شغله هو ما فيش شغل كتير ليه على الصفحه لا بينتمي انه بيشوف حد تاني او مصور تاني لما بيدخل وبيشوف الصور والنجاحات اللي على البيج وان كان اي شغل فاشن او ويتنج او اي حاجه فلا بالتالي ان هو صفحته مليانه والبيج بتاعته جايبه فولوز كتير فطبعا بيتكلم معاه وبينتظر ان هو يحجز معاه وبيتكلم معاه. طب خليني اقول لك نقطه مهمه جدا انا عميله عندك لسه ما اعرفش ازاي بتقنع العملاء ان انا عندي موهبه. تمام ما هو لما بيتكلم ما هو العميل اللي بيجي يتكلم بنفس الوقت بيجي عشان الشغل هو شايف الشغل الاول ان انا شايف الشغل بتاعه حلو ومميز في حاجات كتير ومميز في صور كتير فبالتالي هو بيكلمك عشان هو فرحان ان المصور ده الصور بتاعته كويسه بيطلع حاجه حلوه كواليتي كويسه الوان كويسه شغل كويس بس. ازاي بقى وصلت للجوائز والتكريمات دي كلها؟ ما دي خطوه بخطوه بقى ان انا يعني مين كلمك مثلا ووصلت لها ازاي وكان بناء على ايه اللي شافوه؟ انا كان اول اللي هو التكريم ليا ده كان اصحابي كتير مصورين في القاهره ان هم قالوا لي ليه ما بتنزلش مهرجانات زينا والكلام ده كله انا ما كنتش عارف اي حاجه اسمها مهرجانات بس لما من برضو حب الناس ليا في اصحابي اللي هم هنا برضو وكده وكلموني كتير ان انا نزلت ما كنتش عارف اصور في مهرجانات قبل كده نزلت ولما شافوا الشغل بتاعي وشافوا التصوير بتاعي وكان اي حد يتصور معايا ان انا كنت ابعت له الصور على الواتساب ولا اي حاجه كان يبقى فرحان جدا بالكواليتي بتاعي يقول لي بجد انت مميز عن الناس اللي كانت بتصورني يعني ناس كتير كانت بتصورنا ما بيعجبهاش الصور يعني كنت انت اللي بتبقى مميز بالصور والكواليتي بتاعك اللي كان بيعجبنا والالوان بجد بتعجبنا تطلع الحاجه تكون حقيقيه وصور طبيعيه من الكاميرا نفسها كانواش متخيلين ان الصور دي بتبقى لسه طالعه من على الكاميرا دلوقتي. كنت بتقدم ازاي بقى وكنت مثلا بتروح لهم معاك يعني سي في صور كده انت عامله ورحت قدمت فين وازاي لاني في ناس كتير قوي بتبقى مهتمه طب انا اوصل زي ابانوب ازاي؟
في فترة التصوير يعني وكده. ما هو كل واحد بيشوف الشغل بتاعه والصور اللي بتبقى موجودة على صفحته، والصور مثلا لما يقول لي مثلا ابعت لي حاجه من شغلك ولا الكلام ده كله، ببعت له الحاجه دي هو بيشوفها، عشان كده بيبقى مبسوط ان انا مثلا اصور اي مناسبه عنده. مفيش حد جه في مره قال لك لا انت هتوصل ازاي اصلا المهرجانات دي؟ يعني انت ايه اللي دخلك المهرجانات وازاي ومش هتكسب ومش هت... كتير 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 الناس كتير. ما هو بقول لك في ناس كتير، ما بتلاقي في ناس بتبقى سلبيه وفي ناس بتبقى ايجابيه. السلبيه ده اللي بيبقى بيحبش الشغل لغيره، الايجابي ده اللي بيبقى في ظهرك وبيبقى حابك حتى مهما كان، ان كان صديق او ان كان قريب ان كان اخ، ففي نفس الوقت ده بيبقى حابب الشخص من جواه. بس فبالتالي برضو الواحد بيواجه صعوبات وضغوطات من الناس اللي بتكون مثلا سلبيه دي. فطبعا يعني كل واحد بيبقى على حسب شخصيته من جواه مش اكتر. اكيد. طموحاتك ايه يا ابنوب؟ طموحاتي ان انا اوصل ابقى حاجه كبيره اكبر من كده كمان، وابقى زي ما قلت لك كده ان انا انتمي وابقى حاجه كبيره كده في مجال التصوير والفوتوغرافر، ان انا يبقى عندي ناس تحبني كده تبقى طالباني بالاسم. يعني انا مازال نفس الوقت ان انا كان عندي فتره افراح في الصعيد، ناس كتير ان انا كنت اجيب لها ناس في فتره السيزون والشغل والافراح كان يقول لي لا احنا عايزينك انت اللي تصور اليوم، لدرجه ان انا كنت قبل ما اجي القاهره ان انا كان عندي مهرجان اللي هو امبارح ده اللي انا نزلته، كان في يوم فتره تصوير برضو اللي هو اليومين اللي فاتوا دول، وكانوا يقولوا لي لا احنا مش عايزين حد يصورنا، عايزينك انت اللي تصور بنفسك اليوم. عايزينك انت بنفسك انت اللي تصور اليوم. طب عايزه بقى كلمه اخيره لشبابنا اللي بيشوفونا دلوقتي ويبقوا زي ابنوب. تمام. بقول لكل شاب لو عندك حلم او عندك طموح لا كمل، وما تخليش اي حد يكسرك، ما تسمعش بكلام الناس، لا خليك حط خطوه ايجابيه قدامك ان انت تنتمي على حاجه تكون معينه ليك ولصالح ليك في كل حاجه انت بتحبها. يعني حرام ان انت تضيع حاجه تكون بادئ خطوه صح وماشي في طريق صح. ما تكسرش كلام اي حد، لا خليك مع كلامك انت بس واسس نفسك بنفسك. اكيد. ودايما مشوار النجاح عايز صبر وعايز عزيمه وعايز اصرار عشان اقدر امشي في طريق الصعوبات اللي بيقابلني. بالظبط. هو الواحد لو ما عندوش اصرار وما عندوش حلم وما عندوش موهبه ان هو يحقق الحاجه دي، بالتالي مش هتيجي بالعصبيه او بالعف، لا واحده بواحده والحاجه بتمشي، لازم تصبر. كله بيوصل. ايوه طبعا. شكرا ليك. شكرا ليك استاذ ابنوب سعد مصور فوتوغرافي. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا. مشاهدينا بكده تكون خلصت حكايتنا النهارده، استنونا في حكايه جديده من برنامجكم شباب حكايه.